السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الروان بمقادير بسيطة وسهلة، وان شاء الله مقادير تطلع معانا مظبوطة عشان تطلع معاكي بطريقة ناجحة وكويسة زي ما حضرتك شايفة كده. هنسمي الله ونصلي على سيدنا النبي كده ونشوف المقادير بتاعتنا. هنشتغل النهاردة في الخلاط، هنعملها في الخلاط. معايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا كوباية لبن ونص كوبايه زيت، ومعايا كوبايه دقيق سميد، وكوبايه دقيق من العادي، ومعلقتين جوز الهند، وكوبايه سكر، ومعلقه بيكنج باودر. هنخلط كده المواد الجافه مع بعض. دلوقتي هنعمل معانا كوبايه دقيق بسبوسه او دقيق سميد على معلقتين جوز الهند وذره ملح صغيره، ومعلقه وكوبايه الدقيق ومعلقه البيكنج باودر. هتخلطيهم كويس مع بعض كده. هنجيب الخلاط وننزل فيه بالبيض، ونص كوبايه الزيت، كوباية لبن، وكوباية سكر، ونقطتين فانيليا، وتضربين كويس في الخلاط مع بعض. بعد كده بقى هنجيب الخليط اللي في الخلاط وننزل بيه على الدقيق والمواد الجافة اللي معانا بالشكل ده، وتقلبهم كويس قوي مع بعض. صلوا على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الخليط ده بيبقى خفيف يا حبايبي، ما تقلقيش يعني تقولي ده الخليط خفيف ومش تقيل، لا هي بتبقى تقيل، هو بيبقى خفيف كده. مقاديرنا مظبوطه وان شاء الله بتطلع معانا كويسه. هجيب بقى صينيه مدهونه سمنه ومرشوشه دقيق، وهنزل بالخليط فيها كده اهو. وطبعا قبل ما بتشتغلي في الكيكه تكوني مولعه الفرن على درجه حراره 180، هتدخليها بتقعد تلت ساعه، من تلت ساعه لنص ساعه. خرجت معايا من الفرن بالشكل ده. موضبه لها بقى انا العسل هنا، كوبايه سكر على كوبايه ميه ونص ليمونه، خليهم يغلوا على النار وتزقيهم للبسبوسه اول ما تطلع بالشكل ده. يكون بارد العسل بارد والكيكه تكون سخنه، ولازم تشربها بالشكل ده. الكيكه دي قريبه للبسبوسه جدا، يعني هي تشبه البسبوسه كده اهو. يشربيها كل العسل. شربت معايا ما شاء الله كل العسل اهي. تنزلي عليها بقى كده بشويه جوز الهند، تعملي بالخطوات ديت وبالمقادير اللي احنا قلنا عليها دي، تطلع معاكي ناجحه ومظبوطه ان شاء الله. قطعيها بقى بالشكل اللي انت عايزاه وتقدميها اللي عندك، وبالهنا والشفا. اتمنى ان فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، وان عجبك الفيديو اشتركوا في القناة واضغطي لايك، وصلوا على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم.